هذا الطفل هو علي مشتهى. علي مشتهى الجوال هو نفسه علي مشتهى اللي قاعد هنا. صاروخ احتلال اسرائيلي غير ملامح الطفل بشكل كبير وصار زي هيك. بطل انت تعيط مش عايز. ايش؟ لما اشوف وجهك بتعيط، مش عارف انظر له قد ايش. لما تشوف وجهك على الجوال بتعيط، ان شاء الله رح ترجع احسن من اول، تعيطش، انت بطل. يا بابا يجيب لي زي الاهلي وترجد وترجع، لما جاب لي اياها لقيت بالقصف راح كل الزي، لقيت من اول وجهي عشان اقول يا بابا جيب لي زي ثاني، والله لا زي الاهلي المصري. اه. تحب الاهلي المصري؟ كثير. مين بتحب فيهم اكثر واحد؟ محمد الشناوي. الحارس محمد الشناوي. نفسي اطلع عنده اسافر واشوف كيف بيلعب، كيف عقله، اشوفه هو كيف بتدرب. ان شاء الله يا صاحبي، ان شاء الله ان شاء الله حلمك ورسالتك تتحقق، وحارس الاهلي بيشوف هالفيديو وبدعيك على التمارين وانت معافى ان شاء الله. ان شاء الله.